الحكمة سيدة موريتانية مطلقة تعمل في سوق المطلقات بنواكشوط، تمارس التجارة مع صديقاتها المطلقات اللاتي اخترن التجارة وبيع ما تبقى من أثاث بيوتهن بعد الانفصال عن أزواجهن. أنا هذه مرأة موريتانية ومطلقة فعلا، وبتركتي حام بالمدانة، وفتبارك الله العليا جهد وما رأيهم كامل مطلقات، يا غير ما هم قاعدين ماشيين، إياك يكدوا على عيالهم، وإياك عيالهم يقروا، وإياك عيالهم يعتنوا عليه، عن مبديات، عن يعودوا سايبين. سوق المطلقات وسط نواكشوط تستقطب أعدادا كبيرة من النساء ما بين تاجرة ومتسوقة، حيث تبيع هذه النسوة البضائع المستعملة التي وصلت السوق عن طريق مطلقات فضلن بيع مقتنياتهن بعد الطلاق بأسعار سهلة. جانا العيات اللي مطلقات فعلا، وجانا العيات هما اللي عندهم البضاعة فاصلين وتوهم وفيها، وجانا التجار كاع اللي عندهم البضاعة الكاسدة ما تحرث ونشروها نحن بثمن ما هو نديرو حنا عليها شوي، هنا الحركة ضعيفة. نظرة المجتمع الموريتاني للطلاق تختلف عن النظرة السائدة لدى غالبية المجتمعات العربية، إذ لا يعتبر الموريتانيون الطلاق منقصة للمرأة، بل تزيد حضور المرأة الموريتانية في الزواج بعد كل طلاق، ما جعل نسبة الطلاق في موريتانيا ترتفع بشكل لافت، حيث بلغت 31% في آخر إحصاء رسمي بالبلاد.